يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يكثر عند باعة الجوالات أنه إذا اشتريت منه جوالا مستعملا باعه لك بسعر كذا. يكثر عند باعة الجوالات أنك إذا اشتريت منه جوالا مستعملا باعه لك بسعر كذا وكذا، فإن لم يعجبك وأردت أن ترده إليه ولو في اليوم نفسه اشتراه منك بثمن بخس ثم باعه لغيرك أو لك مرة أخرى بسعر أعلى، هل هذا داخل في التطفيف؟ نعم، إذا كان الجوال هذا مستعمل ولا وهو يقول هذا جديد ولا استعمل وباعه عليك بثمن مرتفع وهو مستعمل ثمنه منخفض، فهذا من بخس الناس أشياءهم، هذا من بخس الناس أشياءهم، ولا يشتريه منك لأن البيع ما صح أصلا، ما يشتريه منك، ترده تأخذ الدراهم ولا يخفض لك ثمن العيب الذي فيه وهو ما يسمى بالأرش، فإما أن تمسكه وتأخذ الأرش وإما أن ترده وتأخذ الثمن كامل، ولا يبيع تبيعه عليه بيع ينقص. نعم.